شكت روحي ويا ما نده القلب شرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوتي ونوحي تهون علي الصار فوح يا ريحان سلم أحباب القلب لا لا ولا لا يا بلا لا شامي نقول الله الله أكبر يا وطن اسمك مطرس بالذهب والفضة الله أكبر يا وطن يوم الوغى ننده نقول الله الله أكبر يا وطن اسمك مطرس بالذهب والفضة جنات العدا ولا توب الردى لنهى بالعدا ولا توب الردى إلا العالي بعلا الله 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 يوم الوغى ننده نقول الله لا لو لا لا يا بلالة شامي بين الرجالة بالفارس حارس على باب من نور طرف شالة بابك غالي في غلال عيون طهر وصل اطرابك يوم المحن منصور الله اكبر يا وطن بابك غالي في غلال عيون طهر وصل اطرابك يوم المحن منصور ولا توب الردى لنهى بالعدا ولا توب الردى إلا العالي بعلا الله 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 يوم الوغى ننده نقول الله يا ما شكت روحي ويا ما نده القلب شرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوتي ونوحي تهون علي الصار فوح يا ريحان سلم أحباب القلب أبو يحيى نعم سيدي ذكرني نمرق لعند أبو مرعي حاضر سيدي عدلي نصري أهلين يا خانم اتركوا من إيدكم وتعرفهم شو رأيكم مري يا خانم السلام عليكم مرحبا وبالعز عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عمي مدحت أهلي نصري في موضوع ضروري لازم لك عليه احكي فوت لك جوا شرك عمي
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، شرفت. تفضل. تسعفنا بشربة مي؟ مي وزود كمان. أهلا وسهلا. ضيعنا الطريق وصلنا لدياركم يا عم. أنت بديورنا. وشو دياركم يا عم؟ أورو يا عمي. شرفنا يا عم. نحن اللي تشرفنا. طرفة عين، ححضركم المي والزود. ما في داعي للزاد. الضيف ضيف الله يا ابني. حاولوا تفضلوا اقعدوا لما نحضركم الزود. تفضل يا مرة، تفضل الزود. يا أهل الخير يا جماعة، يا حي الله. أهلين عمي، لا تواخذنا جعزناك مشان الله. أهلا وسهلا. بس بمعيتك بدي إياك تدلني على طريق آرة. وصلت يا ابن الناس، أنت هلأ بواحد من بيوت آرة. فضلت عمي، يلا بالإذن. وين يا ابن الناس؟ بيصير تروح من دون ما نضيفك؟ بدك ما تواخذني، بس لازم أرجع عالشام قبل ما تغيب الشمس. ما بيصير يا ابن الناس، من ضيفك وبعدين تتيسر، ولا غير هيك بيركبنا العيب. لا عمي، عداكن العيب. ما عرفنا بحضرتك. محسوبك طاهر من الأنوات. شرفنا عمي. الأنوات نار على علم. على رأسي أهل آرة كلها. أهلا وسهلا، شرف، ارتاح. بالمهلي. لا والله بشرب دمعة مي من بعد إذنك. أهلا وسهلا. سلموا. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قلت لي شو الغاية من جيتك على آرة عمي طاهر؟ ما بخبي عليك يا ابن الحلال، أنا عم دور على حرمة من عندكم من آرة اسمها عزمية جراد. بقى بتعرفها؟ ما بعرف غيرها، والله يكون بعونها. خير شبها؟ احكي لي. الفرنساوية ذبحوا أهلها وبقيت وحيدة، وبلاد تاخدها وبلاد تجيبها، وناس بيقولوا ماتت وناس بيقولوا ضايعة، والله يكون بعونا. اي والله. خير أخي، أنت ليش عم تسأل عنا؟ العافية سيفو. أهلين طاهر. الزعيم جوا؟ ايه ايه ليكو جوا. السلام عليكم. أهلين، عود بشير. بسلم عليك الحاج، من رجل كتير السلام. الله يسلمك ويسلمه. وبيقول لك إنه رح يبعث لنا شغيلته بهاليومين ثلاثة مشان يجوا يحملوا البضاعة. كتير منيح. عاصله. سألت عن الحرمة بآرة. ليش بقدر خالف أوامرك؟ أيوه. ومثل ما قالوا لي أهالي آرة إنه المرة وحدانية وتايهة وضايعة، لأنه الفرنساوي قتل كل أهلها. تأكد من هالشي بنفسك؟ معلومة تأكدت. الله يرضى عليك. بس ما قلت لي معلم، مين هي الحرمة اللي قاعدة عندكم؟ بعدين عمي بعدين، عندي مشوار مهم. فتحوا عيونكم 10 على 10. يلا السلام عليكم. عليك السلام، الله معك معلم. أول تفضل. أكيد من ابننا شريف. أكيد، بس الأهم من هالشي شو هو؟ رح يوصل ابننا شريف عالشام بعد أسبوع. هذا الكلام كتير بيسعدني. برضو الأهم من هالشي ومن إنه بيسعدك وبيسعدني يا أسعد. احكي أسمع. تشوفي ضروري تكون مالكانة كيواني هدية تخرجه ووصوله عالشام بالسلامة. وهو هيك الولد رح يوصل، ولساتني ما بسمع منك غير كلام، لذلك ضروري تحصره قبل ما يوصل ابننا شريف عالشام. وينك يا رمزية؟ روح افتح الباب. أسمع، ليش ما بتعرفي إنه كل الخدمات اللي عم يقدم له إياها المراد آغا كلها مشان المالكانة؟ ايه، بس انا بدي اشوف بعيني انه هالشي صار قبل ما يوصل ابننا شريف. الرجال وعد اليوم يجي لعندي، ولا بد ما انهي هذا الموضوع اليوم. مراد اغا على الباب يا سيدي. روح يساوي قهوه. وينك اسعد؟ لا تخجل منه بخصوص نقل المالكانه، لانه هيك واحد بالاصل ما عنده خجل. لا خلصنا بقى، امسكي وقعد فوق. طمني يا مدحت. طمني يا خانم. احكي لي شو صار؟
مثل ما حكيتي بالحرف الواحد، رجعنا لطو لزلمة أبو طالب ولقموا الشيء اللي رسمتيه يا خان. واقتنع؟ 100%، ومن بعدها رجع الشام. حلو. لمين بدك تطلع حدق وشاطر مثل أخوك؟ هذا بفضل أفكارك النيرة يا خانو. عود خليني حط لك أكل. ماني شايف الأغا. الأغا لسه ما رجع. معناها خلي الشغالة تخف شوي، لأنه مثل ما بتعرفي تعليمات الأغا ما تنشال عيني عن الملكاني لحظة. ما في مشكلة، تفضل. بهالعمل اللي عملته بشقلبة المخفر تتقل بالذهب يا سعد بيك. ولو يا مراد أغا، أنا وعدتك وعد الحردين. الله يقدرني على مكافاتك. متفقين على مكافاتي يا أغا. صحيح، وحياة شواربك على الغالي أنا عند وعدي، وليلة شقلبة المخفر رح كون عندك هون بالبيت أنا وموظف الطابو. مصدق يا أغا مصدق. المهم تفضل. بدي اياك ما تنسالي مشترات رئيس المخفر وشي عنصرين يشتغلوا لحسابي الخاص، وراس كل شهر بصلن خرجيتهم. لا يا مراد اغا، انا زعلت منك. ولو ما عاش الزعل يا سعد بيك. اغا، معقول واحد بيمون على المحافظ يقنعه بانه كل الارتكابات والاخطاء والسلبيات من رئيس المخفر وعناصر الدرك وبينخلعوا كلهم برات المخفر؟ ما قادر جيب عنصرين ثلاثة من العناصر الجدد يشتغلوا لحسابها؟ لك تسلم لي عينك انت، بس انا كان كل مقصدي انه يكونوا مزبطين قبل ما يجوا على الحارة. اخي مشان تصدق اني عم بشتغل لك ليل مع نهار. تفضل حضرتك سجل بايدك هلا شو بدي اقول لك. شو بدي سجل؟ عنصرين من عناصر مخفر الجدد، واحد اسمه عزت وواحد اسمه حامد، رح يتعاملوا معك. ايه، وراح يجوا يعرفوك على حالهم من غير ما حدا لا يحس ولا يدرى. عظيم عظيم كثير. بس تحس حالك مزدوق راح تشوف رئيس المخفر بذات نفسه واقف جنبك. حلو حلو كتير. ولو يا أغا، شو كنا قاعدين عم نقشر بطاطا نحنا؟ وانت كمان راح تاخد أحلى مالكانة بالشام كلها يا سعد بيك. الله يطولنا بعمرك يا أغا. بس إمتى؟ ليلة شقلبت المخفر، مو هيك اتفقنا؟ مثل ما بتأمر يا أغا. صحيح، قبل ما أنسى، إمتى راح تتم شقلبت المخفر كله؟ بكرة أو بعد بكرة على أبعد تقدير يا أغا، لأنه قرار نقل حمدي وكل عناصر مخفر شفته بعيني. حيوه حيوه يا عميت. أهلين وسهلين بحبيبة قلبي أم أحمد. زبلم هلي تقبريني، لك كل ما بجي لعندك بتكوني عم تموني. أي شو بدي أساوي، بيت الشامي ما له طعمة بدون المونة. والله معك حق. شو بدي أقول لك أم صابة؟ ما جايبت لك زبونة ثانية، يعني قصدي عروس ثاني. ما فهمت عليكي يا ستي. سلفتي خجو لما سمعت بالعرس الجماعي، اجت لعندي خص نص مشان قلك تلاقي لها عريس لبنتها. ولك تكرم عيونك انتي وسلفتك، غالي انتي عندي ام احمد. الله يكرمك. وبيني وبينك، يعني اذا بتلاقي لي عريس لبنت اختي بالقلمون. بالقلمون؟ ايه. والله يا ام احمد هي بدك تتركي لي اياها، لانه بدي اسال لمعاد خانم اذا عروس من برات الحاره يمكن بدها موافقه العضوات. قلتك ايه لك، بس الله يخليكي لا تتعوقي علي بالرد. لا يا شو اتعوق. لا والله ما بتلوتي ايديكي. أبداً. انت ما صدقتي. يلا اشتغلي. ايه شو اخبار ابو احمد؟ انا كتير مقتنع بالكلام اللي عم تقوله بالهول، بس بيهمني تعرف لي وين انصنع هذا الخنجر بالضبط. ايه شو عليه؟ بنعرف وين صنع بالضبط، لانه كمان مو معقول يضل الان انا بين اليمن والعراق وبيروت. لا مو معقول بنوصي الناس. مشان هيك إذا بتحدد لي هذا الخنجر وين انصنع بالضبط بتكون ساعدتني كتير يا أبو الهول. بس جايز القصة تأخذ لها شوية وقت. قديش يعني؟ والله أنا رح ساوي كل شي بقدر عليه، بس يعني ما في ولا دلالة مبينة على الخنجر. بلا مؤاخذة القصة بدها تغلبنا شوي. مو مشكلة يا أبو الهول، المهم إنك تضلك عم تحاول. من كل بد ما رح توانى على الموضوع يا سيدنا. أبو الهول ابن بلده على كيف كيفك، وسيد من جلخ وصنع خناجر بالشام وما حولها سيدنا. يا سيدي والنعم. والنعم منك يا أبو الهول. ومنكم سيدنا، نحن مشرف فيكم صهر. إيه بس مو تاخد لها شهرين ثلاثة شغلة الخنجر معك لك أبو الهول. لا لا مو لهالدرجة عمي أبي يحيى. Thank you.
العباس؟ يا ابو العباس؟ شيء لا حصانه هون ولا هو هون، بده يكون رايح. نعيم صبوحي، لك يا شباب، يا عمي حسين شفتوا لي ابو العباس شيء؟ ليش مو جيتوا سوا امبارح على الدار؟ مزبوط، بس فقت وما لقيته. بركي نزل على الحارة. شو بده يروح يعمل يعني؟ ابصار، انا رايح شوفه. وين رايح تشوفه؟ خلاص شوفوا شغلكم انتوا. سيد هذا جنابك عمي. من آخر عمي، أنا مبارح لمحت من كلامك إنك بتعرف مطارح الجماعة، بقى اليوم جاي حلفك. لا تحلفني الله يرضى عليك، واللي عندي قلت لك يا وخلصنا. عمي أبو الهيبة، عم حلفك مرة تانية برضاي عليك تنسى لي الحديث من أساسه، شني ماني فاضي لك. بترجاك يا عمي أبو الهيبة. تترجاني على شي مو مطال إيدي يا ابن الناس. عمي بس خود هالأمانة ووصلها للجماعة. اللهم صلي عليك يا رسول. ألف مرة عمي، ألف مرة. شو عرفك إني هون؟ لا يا أبو العباس، ترجيته كتير بس ما حكى. بركي الزلمة كان صادق. لمحت بعيونه التخباية محسين، لك أنا فارس ابن فارس. والحل؟ رجال عنيد، عنيد. مزبوط. على دمي ما عرفت سر غيابه أم حسين، ولا بيهدالي بال ولا بيغمض لي جفن، لا أعرف وينه. يا ريت نخلص من هالدويخة بقى. امشي معي. لوين؟ امشي معي أنا راح حلها. امشي معي. شو قصة الولاد؟ ومن وين لوين بيعرف الجماعة؟ وبعمرهم ما جابوا لي سيرته لا أبو العز ولا عزيزة. إحساسي بيقول لي إنه هو من طرف الآغا الخسيس الندل. إيه بس لو تطلع عيونه وعيون الآغا ما رح بوح عن وجهة أبو العز. صحيف كمي صلى على النبي. صحيف كمي صلى على النبي. صلى على النبي. صحيف ممدوح أفندي. لقشينا معيته. لقشينا معيته. زعيمنا أبو طالب. الشيخ بلال. دارنا أبعدنا. مراد آغا. مراد آغا. لبى المطالب. وأهل الأنوات. وأهل الأنوات. كلهم بكوات. كلهم بكوات. سمعونا الصلاة على النبي. الله صلى على النبي. الله.
القنوات. نعم، أنا بتشكركم على هالاستقبال الشعبي اللي استقبلتوني فيه. واجبنا واجبنا. ثانيا، أنا بتشكر الزعيم أبو طالب ومراد آغا على هالاستقبال اللايق اللي استقبلوني فيه. ويا أهالي محلة القنوات، بوعدكم جميعا فردا فردا أن أعيد الأمن والاستقرار لحارتكم الكريمة. بعدين في كلام بدي أحكيه حاطه بقلبي من زمان، أرجو أنه كلكم تسمعوني وتشهدوا علي شو بدي أحكي. أخي أبو طالب، أنا بعتذر منك على الفترة الماضية يلي كنت فيها عندي بالسجن. أنا فعلا نقصيت عليك، لكن صدقني يا أبو طالب، أنا كنت عبد مأمور، بس بالنهاية أنت بتعرف أنه أنا وقفت معك وساعدتك، فأرجو أنه تسامحني يا أبو طالب. ممدوح أفندي، نحن أولاد اليوم، وهي البلد بلدنا وبدنا نبنيها، وبوجودك معنا، واهلا وسهلا فيك. الله يحييك يا زعيم. اصيل اصيل كريم اصيل اصيل. حيو ابو طالب. صلوا. يلا نحط الايد بالايد. شي وصلنا لهون اكيد تركي شي وراهم. لو كان حاكين لابو الهيبه بس. بلا ابو الهيبه بلا ابو الطيبه يا زلمه. لازم لاقيها. بدراعي بدي لاقيها. طيرك. هذا كل شيء صدته اليوم صار لك. أكيد يا أغا أكيد. ربي يديم الأمان والسلام بإدارتك يا ممدوح أفندي. آمين يا رب. مجناوي جاي مشان هالموضوع يا شيخ بلال. أكيد يا شيخ بلال. من اليوم ورايح يا إخوان، ممدوح أفندي صار منا وفينا، وبعون الباري
إيد بإيد رح يعم الخير والسلام على الحارة وأهل الحارة. لذلك يا أخواننا رح نبدأ بالشغل من اليوم وفورا، ويكون بعلم الجميع عندي معلومات كاملة عن الحارة لكل شغلة عم تصير فيها من طقطة للسلام عليكم. بارك الله فيك يا ممدوح أفندي. يا هيك رؤساء المخافر يا بلع، الله يعطيك العافية. هذا مزوقكم يا أخوان. وأنا بقول منظر الدرك بالحارات غير محبب لأهل الحارة، وخاصة للداخلين والخارجين من الحارة. عم تحكي درر يا ممدوح أفندي، وأنا قلت هذا الكلام من قبل. إيه بس للضرورة أحكام عميم. شو بنا الحماك يا أبو عدنان. ممدوح أفندي تفضل قول ما عندك. أنا برأيي يا جماعة بلد درك بالحارات، ورح نكتفي بتسيير دوريات راجلة ليلا حتى تكون بأهبة الاستعداد لأي شيء بيصير بالحارة. مالك الملك في يديك قيادي الهميل حمد وثناء فؤادي. نعم يا سيدي نعم. مالك الملك في يديك قيادي. الله 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 الله. ألهم الحمد والثناء الحمد والثناء فؤادي. مالك الملك في يديك قيادي الهميل اهدي قلبي.
أم طالب، أم أحمد، شوفي بالي كثير مشغول وحاسة الدنيا كلها ما لوسعانتني. شو عم تحكي لك أختي؟ استهدي بالرحمة. أم طالب مو بإيدي، مو بإيدي، جسمي كله عم يرجف من ساعة اللي قعدت على هذا الأسكي الضرابة. شو نعمل هلأ؟ ما بعرف، ما بعرف. لك أختي أم صابر، أنت اللي عم تعملي لا عيب ولا حرام، طولي بالك واتكلي على الله. بعدين جوزك مثل ما سمعنا ابن حلال. هي بعت لحمها هديك الساعة اللي وافقت إني أتجوز فيها، ناقصني جواز أنا؟ هلأ هذا الحكي ما عاد له طعمة، شغلي صارت ومشي الحال، اتكلي على الله. استهدي بالرحمن امسكي المعوذات. مثل ما عم بتقول لك أم أحمد. يلا أختي يلا. يلا بتخفي لك على هالورطة اللي ورطتها. بسم الله الرحمن الرحيم، استهدي بالله. يلا تقبريني. هاتي بوسي. إن شاء الله ألف مبروك، إن شاء الله ألف مبروك. الصلاة Thank you.
معلم. اهلا وسهلا. سلام المحافظ. اهلا يا اهلا. جربنا مبروك يا شباب. مبروك يا شباب. مراد اغا. اهلا وسهلا. من اعيان دمشق. كان برات القطر وهلا شرفنا. تشرفنا يا مراد اغا. مختار الانوات كبيرنا ابو عدنان. اهلا وسهلا مختار. اهلين جناب المحافظ. اهلين وسهلين. امام وخطيب جامع الانوات. شيخ بلال. شيخ بلال. أهلا وسهلا. يا مرحبا. ابو شوكة من وجهاء البلد. شرفنا بك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. شرف شرف زاد المحافظ. شرفوك. سيد ممدوح رئيس المخفر الجديد اللي عندنا ومساعده فتحي وشبابه. تفضلوا. نحن تشرف. شرف شرف هون. تفضل. تفضل سيادة المحافظ. شكرا. تفضل. يا ميت اهلا وسهلا. يا ميت. شرفوا يا جماعة. اهلا وسهلا نورتنا. يا ميت اهلا وسهلا. شكرا يا ابو طالب انت المنور. الله 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 مدد 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 يا رسول الله مدد يا حبيب الله مدد يا رسول الله مدد يا حبيب الله مدد نقول الله.
شكت روحي ويا ما نده القلب بشرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوتي ونوحي تهون علي الصار فوح يا ريحان سلم أحبابي.